ما شاء الله تبارك الله، تكوينات السحب الآن من جبال جازان باتجاه الغرب على قرب محافظة بايش. اليوم الاثنين 23 محرم 1446، الموافق 29 يوليو 2024. خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. اللهم أسألك صيبا نافعا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. اللهم اجعله صيدا نافعا، اللهم اجعله صيدا نافعا.